مقبل على الوصول وليس لدي علم، ودعوني جماعة لأن أخرج معهم إلى الدعوة، فحذرني بعض الإخوة الذين يقولون بالمساجد أن هؤلاء الجماعة اسمهم جماعة التبليغ ولا يحق لي الخروج معهم لأنهم عندهم اعتقادات فاسدة، فما أفعل؟ أطلب العلم. ايش المشكلة؟ أطلب العلم. هل يجوز لي الخروج الآن؟ خروجهم ليس من السنة، جلوسهم في المساجد يطلبون العلم ويتدارجون كتاب الله كما جاء في الحديث الصحيح، هذا هو الشرع. أما خروجهم أكثر الجماعات وأكثرهم لا يعملون من الإسلام إلا شيء قليل، هذا مما خلفوا فيه المسلمين من عهد رسول إلى هذا العهد. قبل هذا الزمن له 30 سنة أو 40 سنة لم يكن هناك جماعة يخرجون هكذا بالعشرات وبالمئات، ولا يوجد فيهم ربما ولا عالم واحد. هذه المنتشرون في الأردن وفي سوريا، ونحن ننصحهم بأن يجلسوا مجالس العلم وأن يتعلموا. كذلك نحن ننصحك، نحن نقول لك احضر حلقات العلم ومجالس العلم وتعلم. أما هذا الخروج فليس له أصل في السنة.